وسط تحذيرات في عواصم غربية من انهيار الاتفاق النووي تلوح بوادر انفراجة في زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو بعد إعلان نظيره الروسي عن تلقي بلاده لضمانات أمريكية مكتوبة بألا تؤثر العقوبات المفروضة على روسيا على تعاونها مع إيران تطورات جاءت بعد أيام فقط من دخول روسيا على خط الشروط في تحول مثير على مسار هذه المفاوضات أي مفاوضات اللحظات الاخيره، فما الذي تراهن عليه روسيا من وراء هذه الشروط الجديده؟ وهل بات هذا الاتفاق جاهز من جديد؟ وكيف تتفاعل العلاقات الايرانيه مع القوى الكبرى امام احتدام هذا الصراع بين روسيا والدول الغربيه؟ هذا ما نسلط عليه الضوء في حلقه هذا الاسبوع من على الحدود، مساء الخير. أنتم أيضا يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على الرابط الشرق دوت كوم والإجابة عن سؤال استطلاعنا السؤال هل بات الاتفاق النووي جاهزا بعد إعلان روسيا لتلقيها ضمانات أمريكية مكتوبة بنعم أو لا إذا بحسب مشاركاتكم إلى الآن 60% قالوا لا وإذا 40% قالوا نعم لمناقشة ملف هذا الاسبوع من على الحدود ارحب بضيوفي الكرام من جدة رئيس مركز الخليج للابحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر اهلا وسهلا بك من طهران استاذ الاعلام السياسي في جامعه قم السيد احمد مهدي اهلا وسهلا بك ومن موسكو الدبلوماسي السابق واستاذ العلاقات الدوليه السيد فتشلاف ماتوزوف اهلا وسهلا بك ارحب بضيوفي الكرام ونبدا هذا النقاش ولكن بعد ما نستعرض معا هذا التقرير نتابع لو سمحتم في نحو 20 صفحة تحدد مسودة الاتفاق النووي وفق التسريبات خطوة رفع العقوبات عن ايران مقابل قيود على انشطتها النووية في عودة تدريجية الى الصفقة الاصلية الموقعة في العام 2015 قبل انسحاب الولايات المتحدة منها خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب في 8 من مايو من العام 2018. مبعوثون من ايران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحده تولوا اعداد تفاصيل تلك المسوده بالتنسيق مع حكوماتهم الى جانب الاتحاد الاوروبي الذي يلعب دور الوسيط في مفاوضات غير مباشره بين طهران وواشنطن في العاصمه النمساويه فيينا بموجب المسودة ينبغي لايران في المرحلة الأولى تعليق كل أنشطة التخصيب التي تزيد على 5% وإطلاق سراح سجناء غربيين مقابل رفع التجميد عن 7 مليارات دولار من أصولها المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية بعد التأكد من التزام الجانبين بتلك الشروط يبدأ رفع العقوبات على مراحل لم تحدد حتى الآن لكن دبلوماسيين يتوقعون أن يكون ذلك خلال ثلاثة أشهر في أقصى تقدير المقابل تلتزم ايران بسقف التخصيب. صادراتها من النفط لن ترفع عنها العقوبات الامريكيه في المقابل، لكن المسوده تلزم واشنطن باصدار اعفاءات دوريه مثلما كان عليه الوضع في السابق. بحسب ما سرب حتى الان يبدو ان طهران قد نجحت فعلا في استثناء برنامجها البالستي ودورها الاقليمي من المفاوضات. في المقابل لا يزال الخلاف عالقا حول ضمان التزام الولايات المتحده بالاتفاق في المستقبل وتقول تسريبات ان طهران عرضت ايضا شرطا بديلا يقضي بحقها في العوده الى التخصيب بنسبه 60% في اي انتهاك امريكي للاتفاق إذا بعدما استعرضنا هذا التقرير أبدأ بالنقاش مع ضيوفي الكرام وأبدأ بضيفي من طهران سيد أحمد مهدي وزير الخارجية الإيراني سارع إلى زيارة موسكو ليخرج هذا التأكيد الإيراني في ختام هذه الزيارة بأنه لا صلة لأحداث أوكرانيا بتطور هذه العلاقات الإيرانية مع روسيا التي سميت بالودية سؤالي هل يعني ذلك بأنه هذا الامتعاض الإيراني من موقف روسيا حيال الاتفاق النووي الإيراني انتهى وستضع ربما ايران مصلحه موسكو اولا في هذه المرحله بالتحديد. يعني لا اتصور ان ثمه امتعاض من الجانب الايراني حول موقف روسيا لان كل دوله لها خصوصياتها ولها مصالحها القوميه وبطبيعه الحال ارادت روسيا ان تخرج بضمانات من الجانب الامريكي ولكن هذه الضمانات تعرقل الاتفاق النووي الايراني الذي تحاول كانت طهران الوصول اليه باسرع وقت ممكن ومن هنا جاء الحديث عن امتعاض إيراني لأن العلاقه الروسيه الايرانيه هي علاقه وطيده بالمجمل ولكن عندما اصبح الموقف الان ليس بصالح روسيا روسيا اوقفت هذا الاتفاق واوقفت الوصول الى اتفاق تسعى كل الدول اليه في هذه المرحله نعم، يعني الجانب الروسي في الحقيقة لأنه يرتبط مع إيران بعلاقات قوية ومتينة أراد أن يتعاون ويخطط للتعاون مع الجانب الإيراني في قضية الملف النووي أو في تطوير البرنامج النووي الإيراني السلمي لأن الجانب الأمريكي قد رفع الحظر وبما أن الجانب الروسي يتعرض إلى الحظر بسبب الحرب في أوكرانيا فأرادت روسيا اخذ ضمانات واكتساب ضمانات من الولايات المتحده بعدم حظرها وبعدم ممارسه العقوبات على قضيه التعاون بين الجانبين ولكن تبقى القضيه الاهم هي العقوبات والحظر الذي تمارسه الولايات المتحده على ايران وليس الجانب الروسي هو الذي يتحمل المسؤوليه في قضيه توقف الاتفاق او عدم التوقيع لان امريكا هي التي انسحبت وخلفت هذه التعقيدات والامور الجانبيه التي نراها حاليا، طبعا الولايات المتحده التي تمارس الانتهاك بطبيعه الحال يعني تاخذ هذا الدور مساله خلط الاوراق والقاء اللائمه على الاطراف الاخرى ولكنها هي التي تتحمل المسؤوليه الرئيسيه في قضيه الحظر و توقف الاتفاق النووي هذا ما تراه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه على كل حال يعني سواء على صعيد المسؤولين او على صعيد وسائل الاعلام يحمل الجانب الامريكي المسؤوليه الاولى في توقف المفاوضات وفي عدم التوقيع معي أذهب لضيفي الآن من موسكو سيد فتشلاف أسألك عن هذه الضمانات الأمنية التي تطالب بها موسكو الآن استمعنا اليوم إلى كلام وزير الخارجية لافروف وبأنه تم إعطاء هذه الضمانات التي كانت تطالب بها موسكو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا تتأثر العلاقة التجارية والاقتصادية مع طهران بعد الاتفاق النووي الإيراني العودة إليه بكل هذه العقوبات. العقوبات التي فرضت على موسكو سؤالي ما هي الضمانات التي حصلت عليها روسيا بالتفصيل لو عندك كل هذه المعلومات وهل أصبح الاتفاق معنى ذلك جاهز للتوقيع؟ طبعا موقف روسيا واضح تماما لأن روسيا طرف مشارك في هذه الاتفاقية خمسة زائد واحد وأكثر من هذا. هذا الاتفاقية كانت روسيا طلب دور فعال وعدة سنة حوالي خمسة سنوات كانوا يعملوا لكي ينتجوا هذه الوثيقة الدولية من خرج من هذه الوثيقة الولايات المتحدة الأمريكية لماذا؟ لأن كانت هناك توقيع يبررون خروج من اتفاقية خمسة زائد واحد أن هذا لا يوجد تأكيد والموافقة من كونغرس أمريكي. لذلك رئيس الأمريكان لا ينظر في هذه الوثيقة كوثيقة ملزمة. طيب إذا أمريكا تدخل المفاوضات، تخرج من مفاوضات بلا أي التزامات وكل الدول ملتزمة، هذا ليست تمسك بالنظام الدولي وبالقانون الدولي. هذا هو السبب الأساسي لتجربة علاقاتنا مع أمريكا تدل على أنه إذا لا تفرض على أمريكا التزامات لا يطلع شيئا أوه. وفي نهاية المطاف هذا الاتفاقية يعيدها يعيدها فعل بسبب خروج ويطلب الدخول عودة الولايات المتحدة مش طب حدثني عن الموقف الروسي في هذه المرحلة لو سمحت في سيد فتشسلاف. هل روسيا ستسمح لهذا الاتفاق الآن بأن يصبح حقيقة وواقع على الأرض بعدما حصلت على هذه الضمانات التي لا نعلم ما هي كل تفاصيلها أم أنه سنستمر بإلقاء اللائمة على الولايات المتحدة الأمريكية وننسى بأن كل هذه الأزمة الأوكرانية وهذه الحرب الروسية داخل أوكرانيا هي أحد أهم أسباب عرقلة هذا الاتفاق وهو ما تريد وتتحدث عنه روسيا لجهة الضمانات التي تطالب بها أنا لا أربط أبدا وإطلاقا مناقشة الموضوع ملف نووي إيراني مع حرب الجارية في أوكرانيا هذا مشكلتين مختلفة نحن نصطدم مع الأمريكا ليس فقط في أوكرانيا في سوريا وفي أي مكان آخر ولذلك هناك في مجال اقتصادي وإعلامي لذلك هذا في ملف النووي الايراني، روسيا تنطلق من المبادئ الاساسيه التي تتمسك بها روسيا في على اطار السياسه الدوليه، هي روسيا ضد انتشار السلاح النووي باي شرط باي, بأي شروط. ولذلك روسيا تؤيد هذه الاتفاقيه ليست لكي يحسنوا علاقات مع ايران او يسيء علاقات مع اسرائيل او مع امريكا اما بانتلاكا من مبادئ اساسيه جوهريه واذا نحن نؤيد اتفاق خمسه زائد واحد انا لا اتصور ان نحن نتراجع عن هذا الدعم مشكله اخرى نحن نطلب من نطلب من امريكا ان يكون ملتزمه من لكل الاتفاقات لكل المعاهدات التي هي توقع طيب. لان فيما بعد نحن استم... كنا ننظر في اتفاق مثلا صواريخ متوسطه وقصيره الماضي وقعوا وابرموا في كونغرس امريكي ولكن أجد رئيس أمريكي و هذا المعاهدة من ليست طيب. علاقات ثنائية. يوجد كمان معاهدة اتفاقات معاهدة منع لتحديد الصواريخ مضادة للصواريخ. ألغيت هذا من طرف واحد. لذلك توقيع الاتفاقية موافقة الاتفاقية. لا شيئا بدون دمانات. هذا أشارت روسيا الكل يبحث عن ضمانات في هذه المرحلة صباحا واضح واضح اسال دكتور عبد العزيز بن صقر ضيفنا وال... من جد اليوم صباحا لقاء بوتين مع زميله ايراني م. في طيب. موسكو مؤتمر الصحفي انتهت منذ طيب. كم ساعه تابعنا هذا المؤتمر الصحفي واستمعنا الى كل ما صدر عنه ومن هنا اسال دكتور عبد العزيز بالحديث عن كل هذه الضمانات الامنيه التي اصبحت كل جهه تطالب بها الان وبالتاكيد من الصعب تلبيه كل هذه الضمانات ولكن بالتاكيد كل هذه التوترات الجيوسياسيه القت بظلالها على هذا الاتفاق النووي الايراني وكما سماه ضيفنا من موسكو هذا الاصطدام الدائم بين روسيا من جهه والولايات المتحده الامريكيه من جهه ثانيه في ملفات عديده ولكن ماذا نفهم مع ان قضاء هذه الزيارة الإيرانية لموسكو مع كل هذه التصريحات التي صدرت هذا اليوم هل سيتم التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني قريبا هل حصل أو هل بحصول موسكو على هذه الضمانات أصبحت الأمور مواتية وجاهزة أم ماذا؟ أولا مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهدين الشرق في كل مكان سحر في الحقيقة هنالك عدة نقاط أنا أحب أن أعرج عليها هنالك تساؤل مهم في الذهن هل مجموعة الخمسة هي بحاجة إلى حاجة إلى روسيا لتقبل بهذا الاتفاق لأننا نحن لسنا بصدد استصدار قرار جديد من مجلس الأمن نحن بصدد تأكيد اتفاق قائم السؤال هو فيما لو رغبت الولايات المتحدة والمجموعة الغربية استثناء روسيا من موافقتها او عدم موافقتها على هذا هل سوف يؤثر هذا او لا يؤثر هذا تساؤل مهم جدا لأن هنا تاكيدا على الاتفاق الذي سبق وسبقا صدر بقرار مجلس امن النقطه الثانيه المصلحه الروسيه لا تكمن في انجاز هذا الاتفاق باسرع ما يمكن والانتهاء منه ولكن المصلحه الروسيه تكمن في استخدام الموضوع الايراني كورقه مهمه لمعرفتها ان الغرب يريد انجاز هذا الاتفاق حتى يتفرغ لقضيه اوكرانيا فهي لها مصلحه من هذا الجانب. المصلحه الايرانيه تكمن في الاستفادة من أسعار النفط العالية ورفع الحصار الذي عليها حتى تستفيد من وضع الأسواق النفطية وتستطيع أن تبيع أعلى كميات وأن تعود إلى حركاتها التجارية والاقتصادية بشكل كبير مم. السؤال الذي طرحته أنه هل هنالك ضمانات يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة أنا في اعتقادي الشخصي أنه نحن فرضت عقوبات على روسيا خلال الثلاثة أسابيع الماضية ولا أعتقد أن الوقت جاهز الآن لأن تقوم الدول المجموعة الغربية برفع أي شيء من هذه العقوبات على روسيا لأنها هي طبقت عليها أقصى عقوبات، السؤال هل هنالك اتفاق سري غير معلن كان بين إيران وروسيا للوصول إلى هذه النتيجة أو لا؟ لا نعلم في الوقت الحاضر، لكن على كل السؤال يطرح نفسه أيضاً لإيران، وميزة العلاقات الدولية دائماً أن أسئلتها أكثر من أجوبتها، السؤال يطرح أنه هل إيران اليوم تستطيع ان تضحي بعلاقتها مع روسيا بهذا الشكل وتتجه الى الغرب لانها هي من سوف يرفع عنها العقوبات الاقتصاديه هي من سوف يسمح لها بتصدير اي كميات من الطاقه دون حدود معينه حتى تعادل الاسواق الماليه الاسواق النفطيه في العالم واسواق الطاقه هي التي تستطيع ان تفرج عن مبالغها المحتجزه الكبيره والتي هي مهمه بالنسبه لايران وهي التي تستطيع ان تتغاضى عن دور نفوذها في المنطقه الى حد ما هذه المصالح الايرانيه هل هي سوف توازن بين مصلحتها ومصلحه في علاقتها مع الغرب واتجاهه الى هذه الناحيه او علاقتها مع روسيا سوف تكون الاهم كل هذه, هذه, كل هذه. دعني انقل كل هذه التصريحات التي قلت وهذه المواقف والتساؤلات لضيفي من طهران سيد احمد، كيف يمكن لطهران الموازنه بين مصالحها بعد التوقيع على الاتفاق النووي الايراني لجهه انها تريد ان تبيع نفطها، لجهه انها تريد ان تسترجع كل اموالها المجمده، لجهه انها تريد ان تتخلص من هذه العزله المفروضه عليها من القوى الغربيه من جهه، وموسكو من جهه اخرى التي هي لطالما كانت حليف ولكن في هذه المرحله تحديد هناك ضغوطات كبيره على موسكو والتقارب الان مع روسيا خطر. يعني بطبيعه الحال يعني سياسه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه تقوم على مبدا ثابت وهو ممارسه الفصل بين الملفات وعدم الخلط بين الاوراق وهذا ما شهدناه قبل ايام في موضوع الدفاع عن كرامه وسياده الجمهوريه الاسلاميه واستهداف وكر التجسس الصهيوني في اربيل، هذا بحد ذاته يكشف ان ايران لديها خطوط حمراء ولا تتغاضى ولن تتخلى عن مبادئها وعن هذه الخطوط التي حددتها سابقا. هذا من جهه، ومن جهه اخرى ايران لن تنسى حلفائها الذين وقفوا الى جانبها طيله اعوام الحظر. الشديد وسياسة الضغوط القصوى وهما الصين وروسيا الاتحادية مهما كانت الظروف في الواقع روسيا والصين دعمتها إيران في فتح منافذ سواء على صعيد استيراد النفط وتصدير السلع والبضائع وتجاوزتها الحظر الأمريكي والغربي اما قضيه النفوذ الايراني في المنطقه بطبيعه الحال يعني الولايات المتحده فشلت كما ورد في تقريركم في بدايه البرنامج فشلت في اقحام هذا الملف واضافه الى ملف الترسانه الصاروخيه الى طاوله المفاوضات والحديث يدور حاليا عن احياء الاتفاق النووي فقط وحتى ايران رفضت ان تستجيب لمطلب أمريكي بالتوقيع على اتفاق مؤقت لمدة عامين أو التوقيع على اتفاق ينص على أمور أخرى بعادة ترتيب الأوراق العلاقة مع الوكالة الدولية ونسبة التخصيب والمنشآت النووية حتى الاتفاق النووي يعني كان يتعرض إلى هزة من الولايات المتحدة التي أرادت صياغة اتفاق جديد ورفضت كل ذلك والان الحديث ينصب على احياء الاتفاق النووي وليس عمليه يعني التوقيع على اتفاق جديد كما تروج له وسائل الاعلام الغربيه هذه يعني هي وصلت هذه الفكرة التي سنتحدث بعد يراني. قليل عن هذا الاتفاق أيضا بتفصيل أكثر له علاقة بالبعد التجاري والاقتصادي أيضا بمخاوف دول المنطقة ولكن بعد قليل إذا ما هي سيناريوهات العلاقات التجارية بين روسيا وإيران أمام تسارع هذا التصعيد الغربي في هذه الأزمة الأوكرانية وما الذي يتأثر بينهما في أي اتفاق نووي التفاصيل معي بعد قليل ابقوا معنا مستوى العلاقات السياسية بين روسيا وإيران يبقى التعاون التجاري بينهما ضعيف إلى حد كبير وحد ما أمام شركاء آخرين مثل الصين وتركيا متابعة التفاصيل أعود لاستئناف النقاش وبما أننا نتحدث عن العلاقات التجارية والاقتصادية أسأل ضيفي من موسكو سيد فتشسلاف وزير الخارجية الروسي كان تحدث عن وثائق يجري التحضير لها لشراكة بين موسكو وبين طهران ما هي طبيعة هذه الوثائق ما هو شكل العلاقة التجارية الاقتصادية المنتظرة بعد التوقيع على الاتفاق بين الحلفاء بين إيران وروسيا في ظل كل هذه العقوبات المفروضة في هذه المرحلة على موسكو روسيا مشاركة في اتحاد الجمركي لبعض الدول الاتحاد السوفيتي السابق ودول الأسيوية ولذلك اندمام إيران إلى هذا المؤسسة الدولية إقليمية يعطي له إمكانية أن ينظم علاقات تجارية مع كل دول أعداء بما فيها روسيا الفيدرالية ولذلك أنا أتصور أن هذا الاتفاق بين إيران وموسكو وروسيا يعطي إمكانية كبيرة لدفع التجارة بين تطوير علاقات اقتصادية بين إيران وروسيا ولا شك أنه يأخذ موقف كبير أهمية كبيرة في هذا الشأن العلاقات في مجال التكنولوجيا العسكرية ولذلك أنا أتصور أن كل المناقشات في هذا الموضوع سوف يعطي نتيجة بلا شك جيدة للطرف الروسي وللطرف الإيراني إيران قوبل في منظمة شانخاي في منظمة يورا يورا إتحاد اليورو يعني كل منظمات الإقليمية ترحب وجود طيب. إيران وهذا يعطي الموجو... إمكانية لتطوير علاقات ليست صناعية وعلاقات اقليميه طيب. مع دول بالحديث آسيا عن علاقات مع اقليميه مع, مع الهند واضح بالحديث عن علاقات اقليميه وعلاقات مع دول الجوار بالتحديد اسال ضيفي من طهران سيد احمد نتحدث اذا عن مستقبل شراكه اقتصاديه روسيه ايرانيه بعد الاتفاق النووي الايراني تحاول موسكو من خلالها ضمان حقها كما تعتقد بما سينتج عن هذه العلاقه من مكتسبات اقتصاديه ولكن ماذا عن العلاقه الاقتصاديه وبالاحرى السياسيه مع دول الجوار ايران في حال تم الاتفاق الاتفاق والتوقيع والعودة على هذا الاتفاق النووي الإيراني ماذا تنوي إيران مع دول الجوار المتوجسة وربما لديها ما زالت مخاوف لم تبدد هذه المخاوف طهران لحيال المخاوف فيما يتعلق بالبرنامج النووي الصاروخي البالستي طائرات المسيرة بهذا الصدد ماذا نتوقع؟ يعني في بدايه تسلم السيد الرئيسي لزمام الحكومه والسلطه التنفيذيه في ايران اعلن ان اولويته في السياسه الخارجيه تقوم على تنميه وتعزيز العلاقات مع بلدان الجوار وهذا يعني ليس شعار طرحته الحكومه فحسب وإنما نفذت ذلك وقامت بخطوات عملية منها الدخول في حوارات مع المملكة العربية السعودية باعتبارها الجارة الأكبر للجمهورية الإسلامية الإيرانية والبلدان يرتبطان بأواصر الجيرة والإسلام والعقيدة هذه كلها مرجحات في الواقع لتوطيد العلاقات مع بلدان الجوار وإذا توطدت العلاقات بفعل الانفتاح الاقتصادي الذي تريده طهران مع معظم بلدان الجوار لا شك ان المملكه العربيه السعوديه ايضا ستساهم في فتح القنوات مع البلدان الخليجيه الاخرى هذا من جهه ومن جهه اخرى الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه اعلنت عده مرات ان الترسانه الصاروخيه والاسلحه التي تمتلكها هي في الواقع ذات طبيعة دفاعية وليست هجومية ما تروج له الولايات المتحدة بهذا الشأن من سياسة التخويف ورهاب إيران والشيطنة هو في الواقع يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي ومن أجل تسويق السلاح واكتساب الأموال من بلدان المنطقة ونهب ثرواتها بحجة تستعملها, من إيران. تستعملها جماعه الحوثي هي صواريخ بحسب الخبراء العسكريين المختصين هي صواريخ ايرانيه الصنع وهذا ما يستدعي هذا التخوف السعودي والخليجي من هذه التكنولوجيا العسكريه الايرانيه التي توردها الى مناطق بعينها الى جماعات بعينها بالتالي تضغط فيها على دول الجوار وعلى المملكه عبر جنوب المملكه وحتى الامارات في فتره لاحقه وبالتالي بهذا الصدد ماذا نتوقع بالنسبة إلى قضية اليمن يعني ما تروج له وسائل الإعلام الغربية بطبيعة الحال من حقها يعني توجهها في هذا السياق اليمن مفروض عليه حصار جوي وبحري وبري كيف لإيران أن تورد السلاح إلى اليمن الممنوع عليه استيراد الماء والمشتقات النفطية هناك العديد من السفن التي لا تزال عالقه في البحر الاحمر واليمن بعيد لا يرتبط بحدود مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، هذا ما لم يثبت مطلقا بان اليمن يضرب السعوديه ويستهدفها بصواريخ ايرانيه مطلقا بل بالعكس ايران حاولت الدخول في الوساطه وطرحت مبادره لايقاف هذه الحرب التي اتت على الاخضر واليابس والتي اضرت بالشعبين اليمني والسعودي الآن هناك طرح جديد سعودي وهما شعبان عربيان التعاون فيما يتعلق بمبادرة جديدة لحل هذه الأزمة بين الأطراف في اليمن أعود إلى هذه النقطة بعدما أذهب لدكتور عبد العزيز ماذا عن العلاقات السعودية الإيرانية كان هناك تصريحات حديثة تتحدث عن قرب جولة جديدة من هذه العلاقات بين البلدين ربما تطور العلاقة إلى مستوى أفضل ماذا نعرف عن هذا هذا الموضوع بالتوازي مع يجمع ما يجري الحديث عنه الان لجهه اجتماعات في السعوديه بين اطراف الازمه اليمنيه، ملف النووي الايراني اقترب على الوصول من خواتيم على الاقل بحسب ما نعلم، ماذا تقول لنا بهذا الصدد؟ المملكه من حيث المبدا هي رحبت باي حوار مع ايران يقود الى حلول حقيقيه وفعليه على ارض الواقع. لتحقيق الامن والاستقرار في منطقه الخليج، ولكنها ترفض الحوار واللقاء من اجل الحوار واللقاء فقط حتى يستخدم الجانب الايراني في البعد الدولي وفي مفاوضاته التي تجري في فيينا ليؤكد انه يجري حوارا اقليميا في المنطقه. كان من المفترض ان يكون الاجتماع الخامس الاربعاء غدا في بغداد ولكن تم تاجيله لاسباب وطلب من الجانب الايراني دون ان يصدر تعليقات رسميه. من أي من الطرفين في هذا الجانب آخر التطورات التي كانت كانت إيران تريد عودة العلاقات الدبلوماسية أولا ثم بحث بقية الملفات المملكة العربية السعودية موقفها واضح أنه لابد من بحث إجمال الملفات التي تهم الجانبين بما في ذلك الوضع في اليمن وتطوراته دون إخفاق أي أو, أو إبعاد أي جانب من الجوانب التفاوضية في هذا الجانب وعدم التركيز فقط على إعادة العلاقات الدبلوماسية لأن هنالك يعني لا يوجد اشكاليه في اعاده العلاقه الدبلوماسيه هي شيء طبيعي ان يكون الدول بينهم علاقات دبلوماسيه ولكن ما هو المستوى الذي يتم التمثيل على اساسه وما هي الاهداف التي مرجوه هل من هنا جاء هذا العرض دكتور عبد العزيز لجهه ان تحتضن المملكه اطراف الازمه اليمنيه من جديد وقد قدمت دعوه للجانب الحوثي بانتظار بانتظار ربما ان يجيب عليها وان يصبح جزء من هذه المباحثات، هل كل ذلك بالتوازي مع هذه العلاقات الايرانيه السعوديه ان تاخذ شكلها الصحيح في المستقبل ربما؟ أنا أعتقادي هذه يعني جاءت الدعوة من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي استمرارا للدعوة السابقة التي قامت بها والجهد لأن المبادرة الخليجية هي أحد الركائز الثلاثة فيما يتعلق بحل الأزمة وهي تأكيد على أن دول مجلس التعاون الخليجي بعد قمة 42 الأخيرة لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض والتي أكدت أن الحل السلمي هو الحل الفعلي لهذه الأزمة وأنه لا بد من اشتراك كافة الأطراف فجاءت الدعوة من الأمانة العامة وليس من المملكة العربية السعودية مقر الأمانة العامة هو في الرياض والدعوة موجهة منها للأطراف بمن فيهم الحوثي وهنا قناعة الشخصية إذا الحوثي يعني قبل الدعوة واستجاب لها آه، هذا شيء خطوة جيدة خطوة جيدة لأن الهدف من هذا اللقاء التشاوري هو رؤية اليمن مستقبلا بأعين يمنية وبرؤى يمنية وليست بأي أطراف يعني خارجية إنما هي أيضا تأتي ضمن إطار الجهود الدولية التي سبق أن قامت بها الأمم المتحدة في لقاءاتها في جنيف وستوكهولم وأيضا اللقاءات الإقليمية التي تمت في الكويت والتي تمت في عمان فهذا كله استمرار للدعوة الأساسية التي تراها دول مجلس التعاون المجتمعة بأن الحل السلمي هو الأساس في هذا الموضوع، إذا قبل الحوثي وشارك في هذه الاجتماعات أو اللقاءات التشاورية التي تتم فيما بينهم لطرح الرؤى المستقبلية من وجهة النظر اليمنيه فهذا شيء جيد ويحسب طيب. له خطوة إيجابية، أما إذا رفض فإنه سوف يؤكد للعالم أنه هو المعتدي وهو الذي استولى على السلطة بالقوة وهو الذي يرفض الوصول إلى أي حلول سلمية تراعي لأن هنالك أربع بنود أساسية في هذا اللقاء التشاوري، البعد السياسي العسكري والأمني الاقتصادي التنموي والإنساني الاجتماعي فهذه كل الأربع مرتكزات الأساسية ولكنها يمن المستقبل برؤى اليمنية التي تريد إيران ليس لها دخل في هذا الجانب إيران ليست طرف فيما يتعلق في اليمن، هي حاولت ان تستخدم البعد الطائفي كوسيله لتأجيج عدم الاستقرار في المملكه وتهديد المضائق والممرات المائيه وتهديد الامن البحري، هذا ما قامت به ايران، هي ايران لو تركت العرب للعرب فالعرب قادرين ان يحلوا مشاكلهم وقضاياهم دون تدخلها واستخدامها لابعادها ووسائلها المعتاده في هذا الجانب. هل تريد سيد احمد مهدي ضيفي من طهران هل تريد طهران للجانب الحوثي ان يوافق على هذه الدعوه ان يكون جزء من هذه الاجتماعات التشاوريه لحل هذه الازمه اليمنيه في هذا التوقيت بالتحديد يعني اي اجتماع ينعقد من اجل البحث عن سبل لارساء السلام في اليمن ووقف اطلاق النار هو في الواقع خطوه ايجابيه والجمهوريه الاسلاميه الايرانيه طرحت عده مبادرات ولا شان لها بالوضع الطائفي او النزاعات الطائفيه كما تفضل ضيفك الكريم بل بالعكس دعمت الفصائل الفلسطينيه هل الدعم الايراني هذا يدخل في سياق النزاعات الطائفية، هذا كلام يعني مرفوض ومردود من الأساس. أما قضية التفصيلات، تفصيلات الحوار والاجتماع التشاوري هو في الواقع يرتبط بالجانب اليمني ولا دخل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما طهران تشجع وتحفز على أي اجتماعات تصب في سياق إيقاف الحرب ووقف إطلاق النار. <applause> هذا بشكل اجمالي اما بالنسبه الى التفاصيل فالامر متروك لليمنيين وشأنهم الدعم الإيراني فقط تعقيبا على كلام حضرتك الدعم الإيراني لبعض الفصائل الفلسطينية في الداخل الفلسطيني هو محل تساؤل وشك ومحل عدم قبول في الكثير من الأحيان بحسب طبعا أجندات لكل هذا الدعم أجندات مختلفة في كل مكان مزيد من النقاش ابقوا معي ضيوفي الكرام هذا الغاز الإيراني إذا في صراع الطاقة في أوروبا ورقة غربية أخرى ضد روسيا ام انه بين النظريه والواقع هناك تحديات ومخاطر كل ذلك في الحدود ولكن بعد قليل ابقوا معنا منذ سنوات كانت إيران في صلب مشروع خط نابوكو الذي يسعى إلى نقل غاز آسيا الوسطى إلى النمسا عبر تركيا في مقابل المشروع الروسي المنافس ساوث ستريم فضلا عن نورد ستريم فما هو موقع إيران في أسواق الغاز العالمية إذا تحتل إيران المرتبة الثانية بعد روسيا في احتياطات الغاز بنسبة نحو 16% على المستوى العالمي كما أيضا تحتل المرتبة الثالثة في إنتاجه بعد الولايات المتحدة وبعد روسيا ولكنها أيضا رابع مستهلك للغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا وبعد الصين أيضا تشترك مع قطر في استغلال حق جنوب بارس والذي يعد الأكبر في العالم تصدر الغاز إلى تركيا عبر خط تبريز أنقرة كما أيضا تصدر الغاز إلى أذربيجان عبر معبر أستارا مقابل كمية موازية من تركمانستان في إطار إذن المقايضة أيضا وقعت إذن اتفاقية الصداقة في العام 2011 نقل الغاز إلى سوريا والعراق ولكن هذا المشروع بقي حبرا على ورق كما أيضا فشلت إيران في استكمال مشروع خط الغاز إلى باكستان إذا تحدثنا في هذا العرض عن الغاز وعن أهمية إيران في هذا في هذا الحقل بالتحديد كما ذكرت تحتل إيران المرتبة الثانية بعد روسيا باحتياطات الغاز إذا عن كل عن كل ملف الطاقة أعود إلى ضيوفي الكرام وأسأل هنا ضيفي سيد فتشلاف سؤالي هل تسعى موسكو بحسب الخبراء لتأخير ضخ النفط الإيراني في الأسواق بالتالي الإبقاء على سعر البرميل مرتفع بالتالي يمكن للكرملين استخدام سلاح الطاقه ان كان النفط وان كان الغاز ضد الغرب؟ انا لا اتصور ان روسيا تستطيع هذه الايام ان تشارك في اي صفقات اقتصاديه مع الدول الغربيه بين ايران والدول الغربيه بسبب واضح تماما للجميع. أن روسيا الآن تحت ضربة اقتصادية ضخمة <applause> وحتى البيع مصادر بترول وغاز الروسي يطلب من دول المشترى لتشتري يدفع المستحقات بروبلات وهذا مشكلة تبتدي غدا هل لأن من بداية من الغد هناك طلب الدولة الروسية لكل الشركات أن يقبلوا أن يمنعوا تداول بعملة أجنبية ويستوردوا ويصدروا البترول والغاز فقط على الروبلات لكي يحيطوا ويخرجوا من المأزق ناتج من 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 قطع سويفت مع روسيا ولذلك انا لا اتصور كيف ممكن روسيا سيكون دوله ترانزيت لغاز او البترول الايراني لان ايران سوف يكون في نفس الحاله كان سابقا وطبعا في هذه الحاله يعني سوف يحل المشكله استهلاك Бетроль, Валгаз, Иран и Варусий, аля тижан Ахар. Mm. И тижан Сына Шабия. Mm. нас как казали, это Саулят Адида. طيب ولكن الصين في هذه المرحله بحسب المواقف الى الان الصين هي صحيح لا تريد ان تندد بهذا الغزو الروسي داخل اوكرانيا ولكنها تتريث في مواقفها هناك الان كل هذه الضغوط البريطانيه الامريكيه عليها وتلويح بعقوبات كبيره اذا قامت بمساعده موسكو وبالتالي هل ما زالت تعول موسكو على الصين في هذه المرحله لجهه ان تستفيد من تستفيد الصين من الغاز ومن النفط الروسي <applause> أنا أكيد أن مع الصين الشعبية الصين تستفيد تستفيد بأسعار تستفيد بكيمية وكيفية الغاز لا شك وعلاقات تجارية مع الصين مبنية على اتفاق الصناعي يوان ان روبل وهناك تبادل التجاري يسمح دولتين أن يفتح طرق لتبادل المالي مستقل عن سويف طيب. عن دولار بترو دولار ولذلك الان حتى كارت روسيا مير ويونيون باي هذا صينيه يتوحدوا وسيكونوا كارت طيب. واحد ولذلك هذا كارت روسي صيني يمكن استعمالها في أي مكان آخر حيث يقبل القرطات الصينية طب هنا اسال ضيفي سيد احمد من طهران في ظل الحديث الان عن تعويض الاسواق العالميه من نقص النفط بالنفط الايراني عندما يتم رفع العقوبات عن طهران بعد التوصل الى اتفاق. بدايه هل تاكدت طهران بانه الولايات المتحده الامريكيه سترفع عنها كل العقوبات وبالتالي سيتم الاستفاده من النفط في الاسواق وعبر هذه العقوبات المرفوعه؟ ثانيا ماذا عن حجم التنسيق الروسي الايراني في هذه المرحله لجهه النفط بالتحديد وهي ورقه يتم الضغط فيها ايضا على موسكو من جهه اخرى. بالنسبه للشق الاول من السؤال تاكد الجانب الايراني هذا يرتبط بالمرحله الاخيره لتوقيع الاتفاق، الاتفاق ما زال لحد الان مطروح كمسودة وما زال المفاوضون يناورون ويدخلون في في محادثات وربما تتشابك وتتقاطع المصالح سواء ما بين الولايات المتحدة وروسيا أو الولايات المتحدة وإيران أو ثلاثة في مقابل ثلاثة يعني الجانب الغربي في مقابل جانب إيران والصين وروسيا هذه التقاطعات كلها ستؤثر على موعد توقيع الاتفاق وتبقى الكره في واقع الحال في الملعب الامريكي هو الذي عليه ان يقرر وان يمسك بزمام المبادره لرفع جميع انواع الحظر والعقوبات. م. هذا بالنسبه للشق الاول يعني اريد التاكيد انه يعني الجانب الامريكي لم يعطي وعدا لحد الان بالتوقيع على الاتفاق انما هناك ثمة تفاؤلات كبيره شاركت بها جميع الاطراف بقرب وضع اللمسات النهائيه على الاتفاق ولم يتحقق بعد التوقيع بسبب المستجدات الاخيره في حرب اوكرانيا وغيرها من الامور طرح بعض المقترحات الأمريكية على الجانب الإيراني التي رفضت بطبيعة الحال هذا أولا أما بالنسبة للتنسيق الشق الثاني من السؤال التنسيق بين الجانب الإيراني والروسي بطبيعة الحال هناك تنسيق موجود ولكن التنسيق يعود أولا إلى امرين، الجانب الاول هو ان ايران عضو في منظمه اوبك لتصدير النفط وهي ملتزمه بقراراتها ولكن يبدو ان الجانب الايراني يريد التعويض عن الخسائر الناجمه للحظر الذي يمضي لحد الان يعني تريد التعويض بسرعه وملء الفراغ سواء عن النفط الروسي وهي كانت تملك اسواق حرمت منها طيله الاعوام الماضيه، والامر الثاني تقاطع المصالح يعني لا تريد ايران ولا تسعى باي شكل من الاشكال الى الاضرار بالمصالح الروسيه، وبطبيعه الحال التنسيق طيب. موجود سواء في الجانب السياسي والاقتصادي لان ايران وروسيا ترتبطان بمعاهده تعاون استراتيجي تمتد إلى عشرين عاما ولا طيب. يمكن لأي جانب التفريط في بنود هذه المعاهدة دكتور عبد العزيز هناك مخاوف من ان تستخدم ايران الاموال الناتجه عن تصدير النفط باعمال عسكريه هجوميه ضد دول المنطقه عندما يتم رفع العقوبات عنها وتستطيع ان تضخ كل هذا النفط في الاسواق ما هي السيناريوهات الخليجيه لجهه ان تحمي نفسها بدايه دول خليجيه من هذا السيناريو ان تحقق وكيف ينعكس ذلك ربما على سرعه العلاقه مع ايران وعوده العلاقات بشكل افضل مع ايران ربما لتحمي الدول الخليجيه والمملكه نفسها من اي سيناريو هجومي او عسكري هنالك خلفيه تاريخيه حينما رفعت العقوبات عن ايران في السابق سارعت لاستخدام جزء كبير من هذه الاموال لاعاده تاهيل ترسانتها العسكريه وتقويه وضعها ودعم كافه الميليشيات والجماعات التي لها علاقه بها. نحن نامل في هذه المرحله اذا تم رفع العقوبات عن ايران اولا هنالك نوعين من العقوبات، هنالك عقوبات ماليه وهنالك عقوبات تجاريه ف يعني كل واحده منها تختلف عن الثانيه في طبيعتها ووضعها. انا ايضا احب ان انوه ان ايران حينما رفعت عن العقوبات في الماضي اتجهت الى الدول الغربيه اكثر لتغطيه بعض احتياجاتها، هي الان تريد تحديث اسطولها من الطيران، هي لا تتجه الى روسيا لشراء اسطول طيران جديد وانما تتجه الى شركات الايرباص وبوينغ. الغربيه حتى تشتري هذه الاساطيل، فلذلك علاقتها ربما تكون مع الغرب في اشتراء احتياجاتها المستقبليه اكثر. هنالك نقطه انت اشرت لها على فكره في تقريرك بالنسبه لخطوط الانابيب في دوله المصب مثل ما يقال ودوله الضخ هنالك مرور باراضي ترانزيت، ايران تريد ان تحسن من علاقتها اولا مع الدول الاخرى حتى تستطيع ان تبني هذه الخطوط وان تعطي طمانينه وان يكون هنالك علاقه متوازنه فيما بينها الدول الخليجيه ترى ان ايران لو ركزت على قضايا التنميه التي هي بامس الحاجه لها وبعدت كثيرا عنها لان احتياجات المواطن الايراني في قضايا التنميه من الكهرباء والطرق والمدارس و... توزيع توسيع القطاعات الصناعيه وعدم استخدام ثرواتها فقط في بناء ترسانه اسلحه ومنظومه صواريخ هي بنتها استفادت منها كوريا الشماليه والصين باكبر قدر ولم يستفد منها المواطن الايراني مع الاسف اليوم المواطن الايراني يعاني الامرين من الوضع الاقتصادي من زياده سعر العمله من التضخم الداخلي الموجود فهي لو سخرت امكانياتها ورفع العقوبات للتنميه الاقتصاديه بما يفيد شعبها وبما يحقق امن واستقرار في المنطقه بالتاكيد هذا راح يكون افضل لها، دول الخليج تبني قدراتها وامكانياتها ولها سياستها الدفاعيه التي تتجه فيها لمواجهه اي تهديدات مستقبليه بالنسبه لها وهي ان شاء الله قادره ان تتعامل مع هذا ولكن نتمنى ان يسود العقل والفكر المستنير في ايران والذي يرفض يعني الاتجاه بهذا الطريق وانما التركيز اكثر على التنميه والانسان بشكل افضل. شكرا لك الدكتور عبد العزيز بن صقر كنت معي من جد رئيس مركز الخليج للابحاث شكرا جزيلا لك كان معي من طهران استاذ الاعلام السياسي في جامعه قم سيد احمد مهدي شكرا لك كان معي من موسكو الدبلوماسي السابق واستاذ العلاقات الدوليه السيد فتشلاف ماتوزوف شكرا جزيلا لك نعود لمتابعه مشاركاتكم في الاجابه عن سؤال استطلاعنا، السؤال كان هل بات الاتفاق النووي جاهز بعد اعلان روسيا لتلقيها ضمانات امريكيه مكتوبه بنعم او لا؟ اذا بحسب مشاركاتكم 72% قالوا لا و28% قالوا نعم. اذا وصلنا الى حلقه او نهايه حلقه هذا الاسبوع من على الحدود، اشكركم على طيب المتابعه، الى اللقاء.